بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بعدا حاجه اختي اللي وقعت لي في 2021 وما بقاش هي اللي كسب خاص مع الله وتصالح سماه الحمد لله على كل حال. ودابا كنحس براسي مرتاح بخير. هذا ما كان اش نقول لك، راه الانسان ملي كيكون خاص مع الله راه كيعصى الله، كيدير شي حوايج كيغضب كيغضب الله، وملي كيتصالح مع الله راه كيشد الطريق المستقيم، كيولي غادي في واحد المسار زوين، كتحسن حياته، كيولي هو زوين مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى ومع الناس اللي كيتعامل معاهم، كيولي واحد الانسان اخر، فهمتيني؟ هذا المكان. وندخلنا بالصحة والسلامة تما على الأمة ديال محمد إن شاء الله كاملين. ولي خايب يولي زوين، يصلح راسو، يولي يتصالح سوا مع الله سبحانه وتعالى.